1993 yılından bu yana Türkiye'de ticaret ile faaliyet gösteren Mulham Hakimi tarafından kurulan Elegant Home, alanında uzman personeliyle İstanbul'da emlak gayrimenkul danışmanlığı alanında faaliyet gösteriyor. İstanbul'daki en seçkin projeleri yabancı yatırımcılarla buluşturan firma, yatırım yapmak isteyenlere her türlü avantajı sunmaktadır. Bizler de firma yönetim kurulu başkanı Mulham Hakimi'den çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. في الحقيقة علاقتي مع تركيا ليست جديدة. بدأت العلاقة مع تركيا من سنة 1993. فيها ذاك الزمان كنت أعمل في مجال تجارة الرخام مع عدة مناطق في تركيا، ابتداء من أفيون، مغلا، إلازي، ديارباكر. كنا نصدر الرخام إلى المملكة العربية السعودية، وعندنا عدة علاقات جيدة مع أصحاب شركات الرخام. كنا نأتي زيارات متكررة بهدف السياحة مع الأصدقاء مع الأهل إلى تركيا بمعدل كل سنة أو سنتين مرة. تركيا تغيرت يعني في الصناعة وفي التجارة وفي السياحة بعد العام 2000 أو 2002. بدأت العلاقة يعني تتطور أكثر، مصانع الرخام تطورت بالتكنولوجيا وتطورت بالنسبة للتصدير أكثر. الحقيقة في العام 2016 نقلت عملي إلى اسطنبول وأسست شركة إليغانت هوم، شركة البيت الأنيق للتسويق العقاري. جاءني عدة طلبات من أصدقائي وأقربائي لكي نجد لهم منازل أو بيوت لسكنهم أو للاستثمار، وبسبب علاقتي القديمة في تركيا معظم أصدقائي يعملون في هذا المجال، بدأت في البحث عن شركات موثوقة وأسماء كبيرة لشركات العقار. استطعنا أن نحضر أسعار جيدة وتقسيط جيد ومواصفات جيدة مع الضمانات، والحمد لله نجحنا في بيع عدة شقق بمواصفات جيدة. Güvenilir projeleri yatırımcılarla buluşturduklarını belirten Mulham Hakimi, yatırımcılara her türlü desteği verdiklerini dile getiriyor. وكشركة البيت الأنيق إليغانت هوم بحثنا عن الشركات الموثوقة في التطوير العقاري والشركات التي تحمل ضمانة من الحكومة التركية كشركة إملاك كنوت، وعملنا معهم لكي نضمن حقوق المشترين ولنضمن لهم الربح المضمون إن شاء الله. وكشركة إليغانت هوم تبدأ خدماتنا من استقبال العميل في المطار ثم القيام بجولات عقارية على معظم المشاريع التي يرغبها العميل، وعندما تتم عملية الشراء لن نترك المشتري لوحده، بل سنقوم بمرافقته والقيام بأعمال الترجمة في دائرة الطابو، وأيضا قبل ذلك استخراج المستندات الضرورية لإتمام عملية البيع إن كانت مع النوتر أو بدون نوتر. ثم عند استلام الشقة نقوم بمساعدة العميل في إيصال الماء والكهرباء والغاز وخدمات الإنترنت، ثم إذا أراد العميل أن نساعده في اختيار المفروشات نقوم بذلك بدون أي تكلفة إضافية. İstanbul'un yatırım yapmak için uygun olduğuna değinen Mulham Hakimi, 250 bin dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesinin yatırımcılar için büyük bir avantaj olduğunu belirtiyor. وكما تعلمون أن تركيا دولة مسلمة، فحيث يمكنكم سماع الأذان لوجود لعشرات آلاف الجوامع في إسطنبول، كما يمكنكم استمتاع بالهواء والجو الجميل، فيوجد البحر ويوجد المناطق الخضراء. بعد صدور القانون الجديد الاستثمار بيبلغ 250 ألف دولار أمريكي، يمكنكم الحصول على جنسية تركية، فهذه فرصة جيدة لمن أراد الاستثمار وبنفس الوقت الحصول على الجنسية التركية. Mulham Hakimi son olarak Elegant Home olarak yatırım yapmak isteyenlere şu önemli tavsiyelerde bulunuyor. وكنصيحة من شركة Elegant Home ننصحكم بالتوجه إلى الشركات الموثوقة والشركات التي لديها سجل تجاري وتعمل تحت القانون التركي لكي لا تتعرضوا إلى أي نوع أنواع النصب أو الاحتيال، فيجب البحث عن شركات لها مكاتب وتعمل بشكل قانوني.